Bon, les Algériens, c'est confirmé. Si c'est le club Yahoudi Sahyouni, l'ami de Sahyouniyin ou l'Américaniyin, le club Adou l'Islam ou Adou le Palestinien, confirmation, اطلب من الجزائريين اللي راهم تما هذيك. على كل حال ماشي الحكومه اللي بعتتهم، ناس بعتوا معاونه لخوتنا الفلسطينيين، دموندي لهم 70,000 للنهار، الكل كاميو 70,000 للنهار، وما على بالناش شحال راح يقعدوا تما. اسمها هذا حب ما واش نقول لكم، حاب انا عندي كافر كافر خاوتك الفلسطينيين ماكش قادر تعاونهم، ماشي انت تعاونهم، خلي الجزائريين يدخلوا يعاونوهم، خليهم يدخلوا يديوا لهم السلعه، ولا تسنى في اسرائيل والامريكان يقولوا لك ايه ولا لا، لا يا اخي داو الموافقه قبل باش طموا هادوك الحوايج وسافروا وراحوا لاسبانيا، واسبانيا لبورسعيد، ومنها داو الموافقه ايه ولا لا، لا وانت تقول لهم تخلصوا 70,000 للنهار على الشاحنه وحده، يا الوالدين والديك يا كلب يا السيسي الكلب يا منافق يا عدو الإسلام والمسلمين خماج صالغاس.